هكذا أصبحت تبنى السكنات في الصحراء الجزائرية بالإسمنت والخرسانة، بنايات لا تحترم البيئة الموجودة بها رغم تنوع الموروث الثقافي والعمراني للمنطقة النابع من ثقافات معمارية تعتمد على المواد المحلية مثل الحجر والتراب. مكانة المواد المحلية اللي هي الحجرة، التمشنت، البلاطر، الجير وعلى رأسها التراب والطين، هذا المكانة تاعها هي مكانة لازم تعود لها لأنها مواد اللي تعطينا حلول في البناء، خاصة في المناخ تاع بلادنا وفي الوضعية تاع بلادنا التضاريس تاعها. البناء بالتراب والطين طريقة صديقة للبيئة، له عدة خصائص حرارية ممتازة إذ أنها تقي من حرارة الصيف وبرد الشتاء. هي عمارة صديقة للبيئة، عمارة مستدامة، عمارة اللي ما تستهلكش طاقة سواء في البناء ولا من بعد في التموين تاع المنزل، وكاين هدف واحد اخر اللي هو حماية التراث الثقافي. تكلفة هذه البنايات أقل بما يقارب 70% من تكلفة البنايات الإسمنتية، وعدم الاعتماد عليها في رأي الخبراء سيهدر من فرص التنمية الاقتصادية للبلاد. مثلا بتاع الصحة ربما يجوا يخدموا بهذا الشيء، هذا ربما ما يدمونديوش الانرجي بزاف، ما يدمونديو لا الكتريسيتي بزاف لا والو. انا ماذا بي هذيك الطاقة هذيك نخرجها نبيعها نجيبها حوايج اخرين. 80% من المساحة الكلية للجزائر هي مساحات صحراوية، فكم ستجني الجزائر إذا تبنت هذا النوع المعماري واستغلت كل مواردها الطبيعية والأيكولوجية في مشاريعها السكنية والسياحية؟